القاهرة تدعم جهود المصالحة الخليجية، والعاهل السعودي يدعو أمير قطر لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي المرتقبة وسط محاولات لحل الأزمة. الرئيس التونسي يؤيد مبادرة الاتحاد التونسي العام للشغل لإجراء حوار بين القوى التونسية بهدف إخراج البلاد من أزماتها الاقتصادية والسياسية. تحية طيبة. مصر تعلق على ما يتردد عن قرب التوصل إلى مصالحة بين قطر والدول الرباعية، مصر، السعودية والإمارات والبحرين، وتعلن دعم الجهود الصادقة المبذولة للتوصل إلى مصالحة تعيد اللحمة إلى داخل البيت العربي كما وصفتها. فيما قال رئيس البرلمان العربي عادل عبد الرحمن لاسومي إن القمة الخليجية المقبلة ستكون قمة استثنائية وغير مسبوقة في أهميتها وتوقيت انعقادها والقضايا والملفات الهامة التي ستتصدى لها. بالمقابل كان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز قد وجه دعوة إلى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي. إذا ما الذي طرأ على الموقف المصري حيال قطر والأزمة الخليجية؟ وهل سيشارك أمير قطر في القمة المقرر عقدها في السعودية؟ وهل الكويت تتحدث عن مصالحة حقيقية هذه المرة؟ هذا ما سنحاول إجابة عنه في ملفنا الأول من هذا المساء بعد التقرير. وزارة الخارجية المصرية تؤكد أن مصر دائما ما تسعى لدعم الجهود الصادقة المبذولة للحفاظ على وحدة الصف العربي. تصريحات أتت بعد دعوة وجهها مستضيف القمة الخليجية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لحضورها. سلمنا دعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر للمشاركة في الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. لكن ليس من الواضح إن كان أمير قطر سيشارك في القمة المقرر عقدها في 5 من كانون 2 يناير المقبل في محافظة العلا السعودية. المؤشر الحقيقي لاقتراب حل الأزمة سيكون مستوى التمثيل القطري في القمة، حيث سيشكل حضور أمير قطر مؤشرا على حدوث تقارب وانفراج. وكان الشيخ تميم تلقى دعوة العام الماضي للمشاركة في القمة، ولكنه أرسل رئيس الحكومة عبد الله بن ناصر الثاني لحضورها. وكانت قطر والسعودية وسلطنة عمان والكويت أكدت أوائل الشهر الجاري تسجيل تقدم لحل الأزمة الدبلوماسية في الخليج. السعودية والإمارات ومصر والبحرين قطعت في حزيران يونيو عام 2017 العلاقات مع قطر، واتهمتها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، أمر تنفيه الدوحة. وبعد قطع العلاقات أصدرت الدول الأربع قائمة تضم 13 مطلبا من قطر، شملت إغلاق شبكة الجزيرة الإعلامية وخفض مستوى العلاقات مع تركيا. مصادر مطلعة على المفاوضات تقول إن الدول المناهضة لقطر مستعدة لتخفيف حدة مطالبها بشكل كبير في الاتفاق النهائي. الجهود لحل الأزمة الخليجية تأتي في وقت تترقب المنطقة تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن مهامه رئيس سيرحب بحل خلاف قوض جهود مواجهة إيران في منطقة استراتيجية. نرحب بضيوفنا الكرام من اسطنبول السيد مهند حافظ أوغلو المحلل السياسي، وأيضا من المنامة جمال بوحسن نائب سابق في البرلمان البحريني والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، ومن الكويت خالد العواضي الناشط السياسي ورئيس كتلة كوتا الوطنية التطوعية، ومن واشنطن ماكشر قوي المحلل السياسي. واسمحوا لي ضيوفنا الكرام أن نبدأ مع الأستاذ ماك. أستاذ ماك، إذن ما الذي طرأ على الموقف المصري حيال قطر والأزمة الخليجية؟ تصريحات القاهرة تنم عن ليونة رغم أن سياسات الدوحة في المنطقة لم تتغير باعتراف دول خليجية، ما الذي طرأ؟ أعتقد أن يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي والإدارة المصرية
لا يريد أن يكون حجر عثرة في يعني أي مساعي إلى مصالحة خليجية يمكن أن يعني تؤكد على استقرار المنطقة، خاصة ونحن يعني في منطقة مشتعلة والأمور جدا ملتهبة. فبالتأكيد القاهرة تريد أن تفوت الفرصة على قطر في أن تكون أن تتحجج بأن فشل المصالحة الخليجية كان بسبب مصر أو كان بسبب يعني سياسات المصرية، وأيضا يؤكد متانة العلاقة ما بين مصر وبين المملكة العربية السعودية، لأن أصبح الآن واضح للجميع أن لا مصالحة بدون وجود مصر في هذه المعادلة. فيعني موقف القاهرة بالتأكيد موقف مؤيد إلى مصلحة المنطقة ومصلحة العرب، وبالتأكيد مصر مصرة على تنفيذ الشروط التي اتفق عليها الرباعي العربي، وأيضا وافق عليها الأمير تميم في اتفاق سابق قبل كده في 2014 ووقع عليها الأمير تميم بالتزامه بهذه الأمور. فأعتقد أنها ليست شروط جديدة، وبالتأكيد هي شروط فعلا يمكن تنفيذها، وهي بالتأكيد مع يعني منطق العقل السليم ألا تتدخل قطر في شؤون الدول العربية وألا يعني تحيك المؤامرات ضد الدول العربية في المنطقة. نعم، إذن أتوجه إليك أستاذ مهند أوغلو وأجدد الترحيب بك. العاهل السعودي وجه دعوة إلى أمير قطر لحضور القمة، قمة مجلس التعاون الخليجي. إذن هنالك أيضا مصادر مقربة من قطر تقول بأن أميرها عمليا سيكون في هذه القمة، ما يعتبر مؤشرا بحسب التقرير على حدوث التقارب. كيف تقرأ ذلك يا أستاذ مهند؟ سعدتم مساء جميعا. يعني لا شك أن لكل فترة لها حيثياتها ولها تحالفاتها، التقارب العربي الإسرائيلي، المصالحة الخليجية كلها تؤدي إلى نقطة واحدة، هو أن الحلف الشرق الأوسط الجديد بدأ يتشكل. الآن كلنا يعلم أن دول الخليج فيما بينها هي دول متصارعة وليست دول متحالفة، ولكن خروج أي عضو من أعضاء مجلس التعاون الخليجي عن هذا الاتفاق سوف يضر ليس فقط ذلك العضو الذي خرج، بل سوف يضر المنطقة كلها والخليج كله. لذلك هذه الاصطفافات مع وجود الآن الديمقراطيين في المشهد الأمريكي وتزعمهم لقيادة العالم بإدارة بايدن يدل على أن التقارب الخليجي التقارب التركي الخليجي، الرسائل الانفتاحية التركية الإسرائيلية كلها تؤدي إلى تشكل حلف شرق أوسط جديد منعا لشر وخطر إيران العابر للحدود وكذلك للعوامل اللادولتية كداعش وغيرها. لذلك كان لزاما أن يكون هناك تقارب سريع فيما بين البيت الخليجي أظن أن الأمير قطر سوف يكون موجودا في هذه القمة، لأن ظرف استثنائي، لأن القمة استثنائية، وهناك ضابط إيقاع في البيت الخليجي وهو دولة الكويت. لذلك أنا أرى أن الأمور تتجه نحو وجود أمير قطر في القمة لتغطية أو منع وصنع جدار ضد الخطر الإيراني القادم من الشرق بدعم أمريكي غير مباشر. نعم أستاذ خالد، الكويت أيضا تبذل جهودا في محادثات لحل الأزمة القائمة داخل مجلس التعاون الخليجي منذ قرابة 4 أعوام، لكن هل الكويت تتحدث عن مصالحة حقيقية هذه المرة أم مجرد سلام بارد كما يصفه البعض، خصوصا وأن جهودا عديدة سابقة قد فشلت في هذا المجال؟ مساكم الله بالخير، الله يعطيكم الصحة والعافية، مسي عليكم ومسي على ضيوفكم الكرام. أنا ببتدي من حيث ما انتهيت أستاذ فعلاً، وكنت أتمنى أن هذا الحماس. نعم أستاذ خالد، إن كنت تسمعنا أستاذ خالد. نعم تسمعني؟ نعم تفضل. اي انا حبتدي من حيث ما انت انتهيت. انا الامانه كنت اتمنى هذا الحماس الان في 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 هذه الاجواء الساخنه كان موجود اثناء مبادرات الكويت وجهود الامير الظاهر صباح الاحمد
رحمة الله عليه عندما كان يسعى وهو مريض وتنقل بين الدول الخليجية حتى يتمم هذه المصالحة وحتى يوحد الصفوف. لكن مع الأسف الآن من يتصدر المشهد والآن من يدعي بأنه داعم لهذه المصالحة ما كنا شفنا جهوده وقت اللي صباح الأحمد رحمة الله عليه وهو مريض يتنقل من طيارة إلى طيارة في رمضان وهو صايم، ما شفنا باركوا هذه الجهود، بل شفنا يستهزئون في هذه الجهود ويعتبرونها جهود فاشلة. اليوم جايين يتصدرون المشهد وجايين. بماذا تفسر ذلك أستاذ خالد؟ بماذا تفسر ذلك؟ أفسر ذلك بأن هذا أمر مفروض عليهم فرض وليس بطيب وكرم منهم. اليوم قطر مو محتاجة والله مصر تدعم ولا ما أدري منو يدعم. اليوم قطر إذا ما تمسك الضمانات بيده حتى ما يتكرر هذا الموقف مرة ثانية لن تقبل، لأن قطر اليوم ما عنده شيء تخسرها للأمانة. بعد 4 سنوات راهنوا على أن هذه الدولة تسقط، وراهنوا على أن هذه الدولة تشحت، وراهنوا على أن هذه الدولة تستجير وتناشد بالمصالحة. اليوم جايين رافعين الرايات احنا ندعم، وينكم عمي 4 سنوات؟ أمير الكويت حفى وهو ينادي ويناشد، وكان وكل وسيلة استخدمها بالشيمة بالجيمة احنا نقولها بالخليجي ما في، كان الكل كان متعنت والكل. أنا مو جاي يدافع عن قطر، قطر عندها من يدافع عنها، بس أنا استغرب بالتناقض بهذا المواطن. عموما أنا اليوم كمواطن كويتي ومواطن خليجي أتمنى أن الخدمة هذه تنجح، وأتمنى أن التلاعب الخليجي يرجع، وأتمنى أن الجهود هذه النهاية تطلع بنتيجة طيبة. طول بالك بس عطني فرصة. تفضل. بالطبع الخلافات بعيدا عن الصراعات والخلافات المحرودة في كل قمة، أتمنى في هذه القمة أمانة أن ما تكون قمة شاي وقهوة والشول الإعلام اللي احنا نتمنى ودنا ما ودنا والله ودنا. بس في شيء مهم لازم نعرف، هذا الصف الخليجي إذا ما تصافى بنية صادقة واحترموا بعضهم بنية صادقة ما راح يوصل لنتيجة، لأنه لسبب بسيط احنا الخلاف شفناه بالعلن وأمام الملء، وهذا يطعن بهذا وهذا يدم هذا، ويعني صرنا في كل العالم. لكن الاتفاقيات اللي بين الكواليس ما نعلم عنها شيء، لذلك ما ندري شنو راح يتفقون عليه، وهل الاتفاق هذا اللي راح يصير الان راح يكون امتداد لسنوات قادمة ولا راح. نعم أستاذ خالد، للأسف بسبب ضيق الوقت عمليا نتوجه لضيفنا أيضا من البحرين الأستاذ جمال. إذن أستاذ جمال استمعنا إلى ما قاله أستاذ خالد، عمليا قطر ليست بحاجة إلى يعني كل هذه دعنا نقول بأن يدعها شخص من طرف آخر بأن تقوم بالمصالحة لأنها لا تملك ما تخسره. إذن البحرين أيضا تتولى رئاسة الدورة 41 لمجلس التعاون الخليجي، وأيضا رغم جهود المصالحة لأن هنالك توتر ما بين قطر والبحرين عمليا، والدوحة تتهم المنامة بمحاولة اختلاق الأزمات مع قطر وإفشال المصالحة. هل النية الصافية ما زالت متواجدة عمليا في هذا الإطار بما وصفه الأستاذ خالد منذ قليل؟ اولا امسي عليك بالخير وعلى زميلك وعلى الاخوه الكرام وعلى مشاهدي قناتكم الكريمه، واشكركم لتاحتكم الفرصه لي للمشاركه في برنامجكم. اولا انا قد اختلف مع الاستاذ خالد من الكويت، طبعا احنا كلنا دول خليجيه تربطنا علاقات وديه واخويه، وكلنا اهل في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس هناك يعني ما يدعو الى يعني كل هالكلام اللي تكلم بالاخ خالد. نحن نكون لكل دول الخليج ولكل شعوب دول مجلس التعاون الخليجي كل الاحترام والتقدير وكل الود، ولكن للاسف الشديد يعني الاخوه في دوله قطر منذ زمن طويل وهم يتدخلون في الشؤون الداخليه لدول مجلس التعاون الخليجي وخصوصا مملكه البحرين، ويحاولون عرقله كل الجهود، يعني حتى جهود المغفور له باذن الله تعالى سمو الشيخ صباح الاحمد
يعني اللي عرقل جهوده هي قطر وليست الدول الأربع. قطر هي من تمسكت بمواقفها للأسف الشديد في أنها تدخل في دول الخليج، ودول الدول الأربع يعني أنا يعني يؤسفني ما أتكلم بالأخ خالد إنه قال غصبا عنهم، لا ما في شيء غصبا عنهم. أعتقد بأن شو اللي تغير بالموضوع؟ عفوا معلش، شو اللي تغير بالموضوع؟ يلا معلش قل لي كل شيء تغير بالموضوع. يا أخ خالد أنا ما قطعتك فرجاءً. نعم تفضل تفضل. لا نبي نستفيد منك. استاذ خالد لو سمحت، استاذ خالد لو سمحت، لكن ايضا استاذ جمال، اذا ما الذي طرأ في وجعل هذه المصالحه تتقدم؟ اذا هناك العديد من الوساطات فشلت ومنها العمانيه. هناك العديد من الوساطات سواء الكويتية أو العمانية أو الأمريكية أو الأوروبية، ولكن للأسف الشديد قطر هي من كانت تعرقل كل الجهود، لأن دول مجلس التعاون الخليجي ومع مصر هي من وضعت الشروط 13 ثم خفضتها إلى 6 شروط بشرط أن قطر تقوم بالالتزام بهذه الشروط، ولكن للأسف الشديد يعني الأخوة في قطر لم يكونوا على قدر المسؤولية والحس الخليجي والتماسك الخليجي وتمسكوا برأيهم، بل أنهم جابوا القوات التركية وجابوا القوات الإيرانية إلى قطر إلى الأراضي القطرية. أعتقد بأن هذه الأمور ليست فيها حسن نوايا، هناك سوء نية من الأخوة في قطر. هذا شأن داخلي يخصهم. نعم. هذا شأن داخلي يخصهم. يا خالد لا تدخل. نعم استاذ خالد لو سمحت لنعطي استاذ خالد لو سمحت ابقى معنا، وايضا استاذ جمال تفضل سريعا تفضل. لو تدخل مره ثانيه انا راح انسحب من البرنامج. نعم استاذ خالد لو سمحت، اذا سنعطي الفرصه لكل الضيوف الكرام، ابقيا معنا لو سمحتما. ننتقل الى ضيفنا ايضا الاستاذ ماك. استاذ ماك، احدى نقاط الخلاف بين مصر وقطر كانت دعم الدوحة لجماعة الإخوان المسلمين، لكن أليست المقاطعة كما يرى البعض هي ما دفعت بالدوحة نحو تركيا الداعمة للإخوان وإيران الداعمة لبعض الجماعات في المنطقة؟ تعقيبك. أنا تعقيب أن الأستاذ خالد ما عندوش أكسس للإنترنت، ما بيشوفش بيحصل إيه في الدنيا. يعني لو سمحتما البحريني. نعم. البحريني طيب. انا ما ينفعش معاه الكلام الهبل. استاذ ماك لو سمحت استاذ ماك استاذ خالد استاذ ماك لنلتزم بالحوار وبصلب الموضوع ونتحدث في الموضوع. تفضل المايك عشان نعرف نتكلم، احنا مش في سويقه يا ابني، احنا في برنامج محترم سياسي. تفضل استاذ ماك. تفضل استاذ ماك. انا حكيتك استاذ ماك. اللي بيتكلم عنها هذا اللي بيتكلم من الكويت، اللي اعتقد ان هو استاذ خالد. استاذ خالد تفضل. اللي بيتكلم عنها قطر، اللي بيتكلم عنها دي، الحمادين كانوا قاعدين في خيمه القذافي بيتفقوا على قتل الملك عبد الله. دي قطر. قطر اللي في تحقيق النهارده في الامم المتحده مع قطر النهارده لتمويل الحوثيين بالطائرات المسيره، في تحقيق في الموضوع وزاره العدل في وزاره العدل في الموضوع. نعم استاذ خالد لو سمحت. قطر استاذ خالد سنعطيك الفرصه. كل الارهابيين بما فيهم انت يا خالد في الكويت، انت يا خالد في الكويت يا اخواني. نعم لا يجوز مولك بالفلوس اخواني. لو سمحت التقيد بمحور استاذ خالد. نحن نثمن من محاولات بالتاكيد الكويت الصادقه، بس الكويت المحترمه. نحن نثمن مما تفعله الكويت بالتاكيد من يعني محاولات دقيقة أستاذ خالد، سنعود إليك وسنعطيك الفكرة بهذا الشكل لنسمع الطرفين. نعم الإرهاب مردود عليه. أنك أنت تحتفظ بكل الإرهابيين اللي في المنطقة عندك في قطر، هذا النتوء الذي ظهر على الخليج اللي انت بتعلن لي دولة ايه؟ وكل كشك طلع على الخليج هيبقى دولة زي ما قال السادات الله يرحمه. الله يرحمه السادات، وكل كشك اتعمل على الخليج هيبقى دولة. اعتقد انك تتكلم عن اشياء لا تعرفها، او بمعنى اصح ما بتفهمهاش.
يا خالد يا خالد صحيح. اتعلم يا حبيبي اتعلم. لا 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 نعم. مصادر مصادر للأخبار. نعم. إن في مصادر في مصادر. لو سمحتما ننتقل إلى إسطنبول. لو سمحتما ننتقل إلى إسطنبول، ولكن قبل أن ننتقل إلى إسطنبول نوضح بأن كما نحن لا نقدر على سماعكما عند هذه المقاطعات أيضا المشاهد، إذن سنعود لكل شخص لكي يرد على كل هذه النقاط التي نسجلها. إليك أستاذ مهند، العلاقات القطرية الإيرانية هي أيضا إحدى نقاط الخلاف بين قطر ودول المقاطعة إذن إلى جانب دعم أيضا جماعة الإخوان المسلمين، ونحن نرى أيضا اجتماعا قطريا إيرانيا قبل أيام من القمة الخليجية، لا يعني ذلك أن سياسات قطر لربما لا تزال تراوح مكانها؟ يعني هذا التشنج في الحوار يدلنا على مدى صعوبة الموقف الذي تعيشه المنطقة عموما، ولكن لله الحمد أن الساسة الكبار ليسوا بهذا التشنج الذي يتمتع به المحللون السياسيون. الأمر مفروض على الجميع، والخطر الإيراني قادم على الجميع إذا لم يقف الخليجيون كلهم صفا واحدا. التقارب القطري الإيراني هذا في تقديري وفي قراءتي الشخصية غير موجود، يعني هناك مصالح مشتركة كما بين كل الدول فيما بينهم، يعني سواء كانت المصالح القطرية الإيرانية التركية الإيرانية أيا كانت التحالفات أو العلاقات الاقتصادية أمر شيء، والتحالف والقبول بهذا النظام الإيراني العابر للحدود الذي يصدر الإرهاب للعالم شيء آخر. أنا لا أعتقد ولا أقبل أن نقول أن قطر تحوي الإرهابيين وأنها مجمع للإرهابيين. إذا كانت بعض الدول تصنف جماعة الإخوان المسلمين على سبيل المثال على أنها إرهابية، هذا ليس يعني أنه في التصنيف الدولي وفي التصنيف الأوروبي وفي التصنيف الأمريكي أن الإخوان المسلمين جماعات إرهابية، هذا أولا. ثانيا، قطر يا سيدتي في هذه المرحلة يقول لك لماذا تحالفت مع تركيا ولماذا هناك قاعدة عسكرية تركية في قطر؟ بسبب الخلاف في البيت الخليجي. نعم. الخليجي وهذه المقاطعة التي دامت سنوات طويلة، لذلك كان لزاما على قطر يكون لديها حليف وحليف قوي وهو تركيا، وهذه التحالفات ما بين تركيا وقطر كما التي هي بين تركيا وأذربيجان كما هي. نعم. بين تركيا وحكومة الوفاق الشرعية في ليبيا. إذن الموقف كله خطر مع وجود الديمقراطيين في وسط الفكرة، يدل على أن إيران يبدأ خطره وسط أكثر. الفكرة سنعطي أيضا الفرصة للأستاذ جمال، لكن أستاذ خالد سريعا، أنت ذكرت نقطة وأن المصالحة باتت حاجة وضرورة لبعض الدول وربما منها الرياض وبعض الدول المقاطعة، لكن هل هذا بسبب الخسائر الاقتصادية لهذه الدول، تغير سياسات المنطقة، أسباب سياسية؟ إذن هل تفسر لنا الأسباب؟ شوف أخي، أول شيء خلينا نتفق، نعم مثل ما قال الأخ التركي هناك خطر إيراني على المنطقة، هذا صحيح. الإخوان المسلمين خطر على المنطقة، نعم هذا صحيح، بس هذا مو معناته إن إحنا ننسى إن هذول عشوا وتربوا في أحضان مصر وهم من صدروهم لهذه الدول. بالله أنا بفهم الإخوان المصري هذا من وين طلع؟ هذا جزر القمر، ما هو طالع من مصر، من وين طلع؟ سواء راح قطر ولا راح الكويت ولا راح وين ما راح، هذا من وين طلع؟ نفسه طلعت، هو مجموع من مصر، هو هذا من وين؟ هذا خريج مصر. هذا جانب. الجانب الثاني كوي، عندي كلمة أخيرة بقولها سريعا لو سمحت. المصالح القطرية، المصالح القطرية السعودية الإماراتية البحرينية لن تكون إلا من خلال أطراف خليجية، أي طرف غير هذا الدول أن تنجح المصالحة وسلامتكم تعيشوا. نعم شكرا. نعم أستاذ جمال، إذن أيضا في الدوحة يتساءلون هل إحياء البحرين مسألة الصيد والحدود المائية هي محاولة لتعكير لربما صفو المحاولات الحثيثة لتصفية الأجواء الخليجية قبل القمة؟ ردك على بكل ما قاله أيضا أستاذ خالد، تفضل. اولا يعني المصالحه، يعني قبل لا نتكلم عن المشاكل المائيه وغيرها، المصالحه لن تتم الا بالدول الاربع، لن تتم من خلال يعني مصالحه بين دولتين، يعني لا تتوقع قطر ان السعوديه ستقبل بالمصالحه.
المصالحة ستتم من خلال الدول الأربع العربية الأربع، ومصر شريك أساسي واستراتيجي في هذا التحالف العربي الخليجي، ومصر هي عمق خليجي لكل العرب رضا من رضا أو يعني زعل من زعل. مصر هي عمق الدول العربية وهي أساس الدول العربية، ولن يكون هناك أي عمل عربي من غير مصر، ولن يكون هناك أي عمل عربي خليجي من غير مصر. فمصر أساس في كل التعاملات العربية. أضيف إلى ذلك بأن قطر هي من قام بمصادرة يعني سفن الصيادين البحرينيين والقبض عليهم وسجنهم وقطع أرزاقهم. قطر هي من قام برفع شكوى ضد مملكة البحرين في مجلس الأمن وفي الأمم المتحدة بأن هناك طائرات عسكرية بحرينية اخترقت الأجواء القطرية، وهذا كله كذب وافتراء من أجل يعني فشل المصالحة. قطر لا تريد المصالحة، قطر لديها أجندة خاصة، قطر لديها أهداف خاصة، لديها ارتباطات بالنظام الإيراني، قطر هي حليف استراتيجي للنظام الإيراني. أستاذ جمال، في جملة، هل المنامة غير راضية على مسار هذه المصالحة؟ كيف؟ هل المنامة فعلا غير راضية على مسار هذه المصالحة؟ شوف، المنامة ومملكة البحرين مع الدول الأربع، مع الدول الثلاث، مصر والسعودية والإمارات، متى ما ارتأت الدول الثلاث بالمصالحة في البحرين هي راضية وقابلة بالمصالحة، ولكن المصالحة على أي أساس؟ أشكرك. هل قطر قبلت بالشروط الخليجية؟ نعم. قطر لازالت تهاجم مملكة البحرين. أعتذر، داهمنا الوقت. تهاجم الإمارات. أعتذر، شكرا جزيلا الأستاذ جمال بو حسن النائب السابق في البرلمان البحريني والأمين العام للمبادرة البرلمانية العربية، كنت معنا من المنامة. أستاذ مهند حافظ أوغلو المحلل السياسي من إسطنبول، والأستاذ خالد العواضي الناشط السياسي ورئيس كتلة كوتر الوطنية التطوعية كنت معنا عبر الخط الهاتفي، الأستاذ ماكش القوي المحلل السياسي من واشنطن. شكرا لكم جميعا، ومشاهدينا الكرام دقائق ونعود في ملفنا الثاني من هذا المساء. ابقوا معنا.